نظمت وزارة شؤون الشباب جلسة نقاشية شبابية بمناسبة يوم الشباب الخليجي لمناقشة أهم الطموحات والتحديات المشتركة التي تواجه الشباب في المنطقة، وذلك بحضور سعادة السيد روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين اهتمت بشكل كبير بدعم العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي، إيمانا منها بقدرات شباب البحرين وأقرانهم من دول مجلس التعاون في صناعة مستقبل البلدان الخليجية والمضي قدما بمجالات التنمية نحو تحقيق المزيد من النجاحات. احتفاء بيوم الشباب الخليجي وتأكيدا على دوره الهام في المجتمع، جاءت الجلسة النقاشية التي شارك فيها مجموعة من الشباب من مختلف التخصصات من دول الخليج العربي لطرح محاور عدة تتأرجح بين طموحاتهم المستقبلية والتحديات والحلول لها. طبعا احنا نفتخر ان احنا نحتفل بهذا اليوم، هذا اليوم مميز جدا بالنسبة لوزارة شؤون الشباب انه هو يوم الشباب الخليجي. فهذا التجمع اللي تشوفونه وراي تجمع يعني نقدره، لان احنا نحب ان نجمع الشباب الخليجي ونسمع آراءهم، تحدياتهم، شنو يبون يوصلونه. وطبعا احنا دائما عندنا رؤية مشتركة وتحديات مشتركة، فالحل ايضا مشترك. فنقدر هذه الجلسة ونتمنى ان الكل يستفيد منها. يعني لي الشرف ان اكون موجودة اليوم في ملتقى الشباب الخليجي، واحنا كبحرينيين وخليجيين نفتخر بهالشيء، وقوتنا في وحدتنا، وان شاء الله كمجموعة مع بعض نقدر ان احنا نساعد الشباب في كل المجالات وننهض مع بعض، ونسمع عندنا مشاكل عندنا انجازات، ونقدر نتعلم من بعض، وإن شاء الله مع بعض في قوتنا ووحدتنا نقدر ننهض مع بعض ونعمل كل اللي علينا لهذا البلد وهذه المنطقة الغالية علينا كلنا. الجلسة التي جمعت سعادة وزيرة شؤون الشباب بمجموعة من المشاركين سلطت الضوء على أهم الأفكار والمقترحات، ومنها مستقبل العمل الشبابي الخليجي وكيفية خلق الفرصة أمامهم والتوجهات الفكرية للشباب. وفي الحقيقة أنا طالب طب والتمست طلاب من تخصصات أخرى بعد، وهم أيضا تكلموا كثيرا عن أهمية الشباب ودورهم في تنظيم المجتمع ودورهم في تقديم الأفضل لنا. ونحب نشكر ونبارك لكم جميعا في مملكة البحرين وجميع دول الخليج على هذا اليوم المهم. سعداء جدا بتواجدنا اليوم في مركز المحرك الشبابي لحضور هذه الندوة التي تناقش أمور الشباب في منطقة الخليج. تشرفنا بحضور مجموعة كبيرة من الشباب والشابات من مجلس التعاون، وتناقشنا في مواضيع مهمة جدا لمستقبل الشاب الخليجي، تطرقت إلى عدة أمور منها الهوية الخليجية والهوية العربية، بالإضافة إلى تطوير القيادات المستقبلية. قدرات شبابية طموحة اجتمعت في هذه الجلسة لتؤكد على دور الشباب المحوري في النهوض بمستقبل أوطانهم عبر تبادل الأفكار والمقترحات التي تساهم في نهضة المجتمع.